فانكسي الغامض الذي أحيا الجدران بإبداعاته. فانكسي أكثر فناني الشوارع إثارة للجدل، وصاحب المدرسة الفنية المميزة لا يضع فرصة تفوته أو موقعا يزوره دون أن يترك لمساته الفنية فيه. وبعد 20 عاما من ريادته في مجال الفن الجرافيتي، لا تزال شخصيته غامضة. في هذا المقال نحاول تسليط الضوء على هذه التجربة الفنية المثيرة التي ألهمت الكثيرين وأحيت نوعا جديدا من الفن عبر العالم. فانكسي هو الاسم المستعار لأحد أهم الفنانين الجرافيتيين في بريطانيا والعالم، والمعروف بلوحاته المثيرة للجدل والتي غالبا ما تحمل مدلولات سياسية وثورية. بدأ فانكسي عمله الفنية في بدايات 90s القرن الماضي بانضمامه إلى فرقة من الفنانين الجرافيتيين دعيت آنذاك باسم دراي بريدز. وقد تأثر في بداية مشواره الفني بأعمال الفنان بليك لورات، وقد قام بإعادة إحياء أفكاره القديمة. بدأ فانكسي بالرسم اليدوي، ولكنه فيما بعد تحول للرسم بالستنسل وأصبح نمطه الشائع بالرسم. فعندما كان في 18 من عمره، قبضت عليه شرطة مع رفاقه وهم يقومون بالرسم على الجدران بتهمة تخريب الملكيات العامة. وبينما هرب رفاقه، اختبأ فانكسي تحت شاحنة جمع القمامة، حيث لفتت نظره الأحرف المطبوعة بالستنسل على الشاحنة، وقرر اتباع هذا النمط الجديد في أعماله الفنية. وتتميز أعمال فانكسي الفنية بأفكارها المثيرة والخارجة عن المألوف، والتي كثيرا ما تترافق مع شعارات مكتوبة، وغالبا ما تتضمن لوحاته رموزا سياسية تنتقد بشدة الحرب والعولمة والنفاق والطمع عند البشر. ويستخدم في لوحاته الكثير من العناصر، ومنها الجرذان والقرود ورجال الشرطة والأطفال وحتى أفراد العائلة الملكية أحيانا. وبالإضافة للرسم ثنائي الأبعاد على الجدران، يعرف فانكسي برسومه على المجسمات، ولعل أشهرها لوحته من النمط الفيكتوري التي رسمها على فيل حي، مما أثار حفيظة العديد من مناصري حماية الحيوانات. كما أنه استخدم معالم الطريق ليتخذها مرتكزا لإبداعاته، من إشارات المرور إلى الجدران التي تحولت إلى معالم فنية تمزج بين الكوميديا السوداء والفن الجرافيتي، وتنشر رسائل مختلفة من الفن إلى الفلسفة مرورا بالسياسة. وقد أثارت العديد من لوحاته الرأي العام برموزها المثيرة، ومنها رسومه على الجدار العازل بين فلسطين وإسرائيل في عام 2005. كما برع فانكسي باستخدامه للوحات أصلية وإحداث تغييرات مخربة فيها. وقد حولت شهرة فانكسي العالمية لوحاته من نوع من التخريب للجدران العامة إلى قطع فنية عالية القيمة، حتى دعي هذا الارتفاع في قيمة الفن المرسوم على الجدران العامة لتأثير فانكسي. وقد شهدت مختلف بقاع العالم لوحات من إبداعه، ومن الدول التي زارها أستراليا، إنجلترا، الولايات المتحدة، جامايكا، وكندا. وفي تشرين الأول من عام 2013، بدأت لوحة فانكسي تظهر في شوارع مدينة نيويورك بعد انتقال فانكسي إليها، بعضها مرسومة بدقة وعناية، وبعضها لا تعد كونها خربشات على الجدار. وخلال هذا الشهر، باع فانكسي بعض من لوحاته بما لا يزيد عن $60 للقطعة الواحدة، وهو ثمن أقل بكثير من القيمة الحقيقية للوحاته. وتبقى هوية فانكسي الحقيقية مجهولة، ولكن يعتقد بأنه ولد في بريستول في المملكة المتحدة عام 1974، وقد ضاع صيته في نهاية 90s القرن الماضي بسبب قطعه الفنية المثيرة لاستفزاز الكثيرين. والاسمان اللذان توصل لهما الفضوليون المحبون لأعمال فانكسي هما روبرت بانكس أو روبن كونينغهام، والأخير هو فنان ولد في بريستول عام 1973 وانتقل إلى لندن في عام 2000، في الوقت التي بدأت فيه أعمال فانكسي بالانتشار. وقد ازداد سطوع نجم فانكسي بعد انتاجه لفيلم وثائقي في عام 2010 بعنوان الخروج من متجر الهدايا، والذي يتحدث عن العلاقة بين الفن التجاري وفن الشوارع، والذي عرض لأول مرة في مهرجان ساندانس السينمائي للأفلام، وقد ترشح لجائزة أكاديمي أورد.